اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، بما ان احنا في ايام الشتاء بنركز شويه في الاكلات، ممكن تكون الفراخ واللحمه والسمك واحد، ولكن طريقه التتبيله والطريقه بتاعه الطهي نفسها ممكن تدي ايحاء بجو الشتاء وجو التدفئه اللي احنا عارفينه. يعني تكون سبايسي، يكون واخده فليفر حلو من التوابل، زي الفراخ المشويه النهارده مثلا. كنا بنعمل فراخ مشويه على الفحم، نعملها مع البطاطس، بنعملها شاورما، معانا فرخه لطيفه وجميله هنعملها النهارده مشويه بالبصل والسماق مع طعم الزبادي. اعتقد ان كده هي بتتكلم عن نفسها. هنشوف نعملها النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله، ونقدمها مع الخبز الشراك او خبز المرجوك. معانا كبد النهارده، كبد الفراخ بس ما فيهاش قوانص ولا فيها قلوب، انا حبيت ان انا اجيبها كبد وبس. هنعملها النهارده رز بالخلطه. رز بالخلطه ده انا بحبه، وخاصه العشق ما بين الكبد والرز، واخد طعم القرفه، فلفل اسود، ويا سلام قرن فلفل حار كده تبقى الاكله فيها سنه السبايسي. الحلو النهارده مهلبيه. لغايه دلوقتي بنعمل المهلبيه يا مغازي بتجمد مننا في الثلاجه، بنيجي ناكلها بنلاقيها قاسيه شويه. مهلبيه يعني حاجه حتى بيقول لك دي طريه زي المهلبيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالمكسرات. تفاصيل كتيرة جوه الحلقة بتاعتي، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل في معلومة غير معلومة وكمان أفكار بسيطة وسهلة بتوصلك لسر نجاح الأكلة، حاجة تركاية كده الشيف المغازي بيأشر عليها ويعمل سبوت عليها بتخلي الأكلة بتاعتك مميزة. تعالوا نعمل مع بعض طبق مهلبية جامد جدا. مهلبية لغاية دلوقتي ممكن إن احنا نعملها تنشف مننا، ما تبقاش لطيفة، بتواجهنا مشكلة إن هي بتطلع من التلاجة جامدة. نعملها إزاي مع بعض؟ نستأذن فريق العمل، مقادير المهلبية على الشاشة، نشا، حليب، سكر، مكسرات. الشيف المغازي له مدرسة كده في إضافة المكسرات المهلبية، بيسيبها تستوي مع المهلبية على النار تاخد غلوة. برسم لوحة فنية أنا، ما تبقاش الخبرة الطهوية وبس، لا كمان تكون فنان. والمقادير على الشاشة، صورها بالتليفون، اكتبيها ورايا زي ما انت عايزة. نشا، حليب، سكر، فانيليا، تنضفي البلانشة بتاعتك، لو لابسة جلافز زي المغازي كده تقلعيه علشان الريحة بتاعة البصل والثوم، تغيري السكاكين، تشيلي كل حاجة لها علاقة ببصل وثوم، لأن طعم الفانيليا ما بيتفقوش مع بعض. ناخد الطاسة دي نحطها على النار ونشيل ده كده من هنا اهو. تعالوا نعمل مع بعض طبق مهلبيه حلو، ونتكلم عن حاجتين مهمين جدا لغايه دلوقتي ممكن تظبط معاكي وما تظبطش معاكي. ايه هي يا مغازي؟ المهلبيه والرز بلبن. تعملي مهلبيه، نصيحه مني، لازم تغلى على النار قبل ما تشيليها، كده اتحكمت في القوام بتاعها. بتعملي الرز بلبن لازم يغلى على النار قبل ما تشيليها، تبقى اتحكمت في القوام بتاعها. بتعملي بشاميل او وايت صوص لازم يغلى على النار علشان تبقي اتحكمتي في القوام بتاعها، وهكذا. زي الحليب ما بيغلي كده. معانا نشا ومعانا حليب، هندوب النشا في الحليب مع سكر مع فانيليا. انا بحب طعم الحبهان مع المهلبيه، السكر ده ينزل كده، فانيليا دي هنا كده. مضرب ما يكونش عدى لا على بصل ولا على توم، وانت عارفاهن في مطبخك كده ده بتاع الحلويات، بتاع الجاتو، بتاع التورته، مش مشكله لما يكون عندك مضرب متخصص لكده، لان المضرب غير السكينه بيبقى فيه طبعا زوايا بالشكل ده كده، فممكن يكون فيه بصل، فيه توم، فيه ريحه، لانك مش تقعد تغسل سيخ سيخ، خلي بالك. والله الكلام ده انا بقول لكم من قلب ونصيحه، يعني لان ساعات ناكل مهلبيه في ريحه توم وريحه بصل غصب عني. يا حبيبي يا حبيبي انا صارف يا حاج، تاخد تقول لي غصب عني، عايز اكل حاجه حلوه. الشيف المغازي بيتكلم وبيتكلم في كل التفاصيل. مضرب خليه للحلويات، بلانشه لتقطيع الفواكه، سكينه لتقطيع الفواكه، صينيه حلوه لعمل الكيكه، وهكذا. مضرب فين؟ حطيه على النار ونقلب النشا بالحليب. نيجي بقى لمدرسه بتقول ايه؟ امتى احط النشا المذاب بره في حليب او ماء؟ امتى احط الدقيق المذاب بره في حليب او ماء لربط الشوربه او البايت صوص او البشاميل او المهلبيه اللي بعملها او رز بلبن وقت الغليان؟
استنى عليها كده وانا خلصت اهو، وابص عليها. حط لها شويه جوز الهند هنا كده. يا ويلي يا ويلي على الحلاوه. والشيف لما يعمل شويه مهلبيه، امهاتنا علمونا نعمل احط الزبيب على الحليب وهو بيغلي. يا ويلي اهو، احط عين الجمل على الحليب وهو بيغلي اهو، احط فستق حلبي على الحليب وهو بيغلي، احط فول سوداني على الحليب وهو بيغلي اهو. يوم كبار السن اللي هم الخير والبركه وهم سر وجودنا على الحياه، لما ياكلوا من المهلبيه دي ما يحصلش مشاكل صحيه في السنان، وانت كمان لما تاكلي منها واولادك خاصه الصغار الاطفال اللي لسه بيسننوا، هتكون المكسرات هنا نتيجه غليانها على النار ووضعها دابت شويه وتهرت شويه وبقت طريه. ما ينفعش لما اجي اكل مهلبيه الاقي سنان بتتكسر مع شويه فول سوداني حطاهم. عامله لك يا حبيبي ما ام علي بالمكسرات ما انت بتحبها، انت بتاذيها يا حاج، خلي بالك. ولو حماتك عندك بقى تروح لدكتور السنان بقى تحجز لها شهر بقى تعالج ايه اكله رز بلبن بالمكسرات. حاضر يا فندم. حلو الكلام زي ما انا بقلب كده اهو، خلصت المهلبيه اهي اهي. ايه الحلاوه دي؟ في ثانيه، في هسه خدت القوام اهي. شويه دول كمان عايزاهم اهو. شفت ليه انا بقول في وقت الغليان؟ اهو خلصت المهلبيه يا شيف. نشيل ده من هنا عشان وقتنا خلص والوقت الحلو بيخلص بسرعه. بتكونوا قاعدين مع ضيوف حبايبكم كده وناس انتوا حابينهم، بتلاقي العاده عدت بسرعه. تعالوا مع بعض نغرف المهلبيه زي الفل. ادي المهلبيه بتاعتنا اهي، الله اكبر، مهلبيه بالمكسرات. والمكسرات غليت على النار، والمغرفه اللي هنغرف بيها المهلبيه ما عدتش لا على بصل ولا على ثوم. الله الله على الحلاوه اهي اهي. حذاري حذاري يشيط منك الرز بلبن والمهلبيه، ملهاش علاج. الرز لو شاط له علاج، اكله شاطت لها علاج، اما مهلبيه ورز تشيط ملهاش علاج خالص. اه الله، كلي وعلى مسؤوليتي. طعم الزبيب مع اللوز مع البندق مع جوز الهند مع عين الجمل، الله اكبر. ممكن تزينها على فكره بشوكولا، ولادك بيحبوا الشوكولا حط شويه كاكاو على الوش او صوص شوكولا عادي. ولادك بيحبوها بالفراوله زينها بالفراوله بعد ما تطلع من الثلاجه. الله اكبر، روق مطبخك يا شيف. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه كتير، فيها كلام كتير عن الابداع وانك تكوني واثقه من نفسك، ده مهم جدا. شويه جوز الهند كده اهو، يبقى جوز الهند جوه وبره والزبيب جوه وبره. حتى الزبيب بينزل جنب الكاسه بيدي شكل ده اهو اهو اهو. شفت الشكل ده كده؟ انا بحب الحاجات دي اهو اهو. زي طبعا اللي الاطباق الغربيه لما يزينوها بالايه؟ بالفواكه جنب الطبق اهو. في بندق، بندق هنخليه اهو، ولا يهمك ست الكل اهو. ده الفواكه دي كده اهي لطيفه حلو. ده زبيب اهو اهو كده، ده شكل جديد اهو. جنب الحلويات دايما لما تقدميها كده تحط الزبيب، تحط اللوز، تحط عين الجمل، الشكل اللطيف الجميل ده كده بيدي انطباع حلو. اه والله العظيم اهو، شفت الطبق ده؟ المطبخ اهو موضوع مختلف اهو. بس طبعا لما تكون على السفره بتاعتك او على طبق التقديم الصينيه، بس احنا بندي علامه يعني. مطبخنا النهارده فيه رؤيه، فيه فن، فيه ابداع، فيه بساطه، فيه سهوله، فيه خبره طهويه. بتكلفة قليلة جدا قدرنا نعمل سفرة دجاج مشوي بالبصل والسماق والزبادي حطيناه ازاي، والعيش الشراك او خبز الشراك معانا، قلب من الكبد الفراخ مع رز بالخلطة، شوية مهلبية حلوين بيتكلموا مصري في قلب الاستوديو، لطاف وجمال. انا شخصيا بعد ما تخلص الحلقة هاكل واحد. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.